اكثر من 4 ايام. يعني هاد السيده اللي كيقولوا عاش كانت عايشه البارح ولا ما عايشه البارح، راه ما كاينش هادشي علميا، ما كاينش هادشي. هادشي اللي غنقول لكم، ما كاينش الخطا الطبي هنا. شنو الخطا الطبي باش تثبتي الخطا الطبي؟ ما دفنونا دابا 8 ايام قبل وما دفنوه، انت قلتي دابا 4 ايام. لا انا كنقول لك عندها علامات اللي كتبين الوفاه، اللي كتبين بان توفات اكثر من 4 ايام. ملي كنقول لك اكثر من 4 ايام يعني 7 ايام 8 ايام، راه كلها كون التقرير ديال الطب الشرعي. انا طبيب مستشفى الحسن الثاني، طبيب الشرعي اللي كنجي باش نثبت هذه الحاله وفاه. هادشي علاش جيت، ما درتش التشريح باش نقول باش توفات، واش توفات بالعمليه اللي دارت ولا ما. انا درت غير فحص باش نثبت حاله وفاه. واش غيكون تشريح طبي ولا ما؟ لا على حسب هذاك الشيء، النيابه العامه ما كندخلوش فيه حنا كاطباء.